السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كورة سبورت. أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، فيديو جديد وحلقة جديدة. في البداية ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وكمان اطلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق النادي الأهلي. ويلا بينا على بركة الرحمن نبدأ أخبار النهاردة، واللي كالعادة بنبدأها من داخل النادي الأهلي النهاردة. ولكن خلينا في الأول نتمنى الشفاء العاجل بعد إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز. النهاردة بيراميدز بيعلن رسميا إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي. سلامات يا شناوي، وبإذن الله ترجع أقوى من الأول. كمان نحب نبارك لمنتخب السعودية للشباب بعد خلاص تتويجه ببطولة كأس العرب للشباب في البطولة اللي كانت بتقام هنا في الأراضي المصرية، طبعا بعد خروج منتخبنا الوطني للشباب على أيدي منتخب السعودية. فكل المباركة لمنتخب السعودية. كمان النهاردة بقى أخبار النادي الأهلي، مران النادي الأهلي النهاردة واستئناف النادي الأهلي للتدريبات والاستعداد لمباراة المقاولين العرب، المباراة اللي هتقام يوم الخميس القادم الساعة 9 مساء على ملعب المقاولين العرب. وكمان ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراة. كمان محمد محمود وعودة حميدة لمحمد محمود لاعب النادي الاهلي بعد التعافي من الاصابة، والنهاردة بيشارك في جزء كده من التدريبات الجماعية بعد تعافيه بشكل كبير جدا من الاصابة. وان شاء الله محمد محمود في الأيام المقبلة نشوفه بقى منور قائمة النادي الأهلي وعودته للمباريات. كمان النهاردة كان في محاضرة فنية بالفيديو لبيتسو موسيماني، ويتكلم عن نقاط قوة وضعف الكابتن عماد النحاس في التشكيل بتاعه. كمان لازم يقفل حس لاعبي الدفاع ان هو لازم يقفل على مفاتيح لعب نادي المقاولين العرب. وبيتسو موسيماني بيدرس منح محمد هاني فرصة المشاركة بعض الوقت كده في المباراتين اللي جايين زي مباراة المقاولين العرب ومصر المقاصة لتجهيزه عشان يبقى جاهز رسميا لنهائي دوري أبطال أفريقيا. بصراحة يعني أنا من وجهة نظري إن أكرم توفيق ماشي بشكل كويس جدا جدا في آخر مباريات. لما أنت اعتمدت على أكرم توفيق إداك بشكل كبير جدا في المباريات اللي لعبها، وما كانش حد بيقدر يعدي من أكرم توفيق. وشفنا أكرم توفيق في مباراتين الترجي اللي هم تقريبا أصعب ماتشين لعبهم أكرم توفيق في المكان ده، قدر إن هو يقفل على حمد الهوني في الذهاب والعودة. فبصراحة يعني أنا شايف إن أكرم توفيق هيكون أجهز فنيا وبدنيا من محمد هاني اللي بقاله فترة غايب. حتى لو بيتسو موسيماني شايف إن محمد هاني أفضل من أكرم توفيق سواء في الهجوم أو حتى في الدفاع، فأنا شايف إن حاليا المفروض ان يتم الاعتماد على اكرم توفيق بشكل كبير جدا ولحتى الانتهاء من المباراة النهائية. وبعد كده بقى نبدأ نجهز محمد هاني لمباريات الدوري، لان خلاص ما عادش في وقت ان انت تجرب محمد هاني وما تعرفش كمان محمد هاني جاهز بدنيا ولا لا للمشاركة في مباراة كبيرة زي نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني الغلطة من محمد هاني ساعتها هتكون بفورة ببطولة كمان، وبطولة مهمة جدا جدا للنادي الاهلي. فانا شايف ان بيتسو موسيماني المفروض ان هو يستنى على اكرم توفيق شوية لحد الانتهاء من المباراة النهائية، بغض النظر عن سفر اكرم توفيق لأولمبياد طوكيو. ولكن اكرم توفيق هو الاجهز في لاعبي النادي الاهلي لقيادة الجبهة اليمنى عن محمد هاني وعن احمد رمضان بيكهام. فكل التوفيق لبيتسو موسيماني في اي اختيار ليه، وكل الدعم للاعبي النادي الاهلي، واي 11 لاعب هيكون متواجد في المستطيل الاخضر. فدايما دايما جماهير النادي الاهلي بتدعم اي لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي. كمان محمد الشناوي باذن الرحمن هيكون جاهز للمشاركه في مباراه المقاولين العرب يوم الخميس المقبل، ومفيش اي مشكله بالنسبه لمحمد الشناوي. وكمان الفحص الطبي اللي خضع ليه محمد الشناوي النهارده كان للاستعداد للمشاركه في الاولمبيات، واللقاح الخاص بفيروس كورونا هو اختياري وليس اجباري فيما يخص المشاركه في البطوله. وفي حال الحصول على اللقاح كان هيغيب محمد الشناوي عن مواجهه المقاولين بسبب الاعراض الجانبيه طبعا اللي كلنا عارفينها اللي بتيجي بسبب لقاح فيروس كورونا، واللي قد تمتد ل 48 ساعه. ولكن محمد الشناوي
ما أخدش أو ما حصلش على لقاح كورونا، فبالتالي محمد الشناوي أصبح جاهز بنسبة 100% لمباراة المقاولين العرب. كمان النادي الأهلي بيدرس سفر وليد سليمان مع بعثة النادي الأهلي للمغرب لاستكمال برنامجه العلاجي الطبيعي ولدوره كأحد اللاعبين الكبار والتواجد في مراسم البطولة، يكون يعني تكون كده تكريم للكابتن وليد سليمان. وكمان النادي الأهلي أو لاعيبة النادي الأهلي الصغار أو الشباب محتاجين تواجد لاعب خبرة ولاعب كبير زي الكابتن وليد سليمان للشد من أزر اللعيبة ومساندتهم دايما في المباراة النهائية. كمان بقى بالنسبة للنهائي، ومصادر من داخل الكاف الاتحاد الأفريقي بتؤكد كلامنا السابق بعدم تعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا واستمراره في المغرب، وكمان عدم تعديل نظام المباراة واستمرار العمل بنظام الأشواط الإضافية في النهائي القادم. وكمان هيكون بعد كده ضربات جزاء على طول بدءا من البطولة القادمة، يعني خلاص المباراة النهائية دي هيكون آخر تواجد للأشواط الإضافية فيها، لكن بعد كده مش هيكون في حاجة اسمها أشواط إضافية في المباريات. كمان بالنسبة لتصريح الكابتن المحترم محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقاصة، اللي قال إن أنا هطلب من اللعيبة بتاعتي إنها تحافظ على لاعبي النادي الأهلي وما يكونش في لعب بغشومية على لعيبة النادي الأهلي، إننا لازم نحافظ عليهم لأنهم بعد كده هيروحوا يلعبوا مباراة نهائية في دوري أبطال أفريقيا، المفروض إن هم نادي بيمثل مصر وبيشرف مصر في الخارج، فالمفروض إن لعيبتي تحافظ على النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. بصراحة التصريح ده استفز الكثير والكثير من جماهير نادي المنافس ورموز النادي المنافس، بل كمان قناة النادي المنافس، واتكلموا إن إزاي انت هتلاعب النادي الاهلي وطالع تقول كده، ده كده انت هتقول ان انت هتفوت المباراة لصالح النادي الاهلي. طبعا الكلام ده غير صحيح اطلاقا. ولكن امبارح كان في تصريح للمدير التنفيذي لمصر المقاصة في قناة نادي الزمالك، يعني بعد خسارته بخسارة نادي مصر المقاصة من نادي الزمالك في مباراة في الدوري وكمان خسارته في مباراة الكاس، طالع يقول ان انا بتمنى ان الدوري يكون لصالح نادي الزمالك وان نادي الزمالك يقدر يكسب الدوري عن النادي الاهلي. فده تصريح، تخيل كده ان ده تصريح من المدير التنفيذي لنادي منافس داخل الدوري العام، وجماهير نادي الزمالك طالعة تتهم الكابتن محمد عبد الجليل ان هو هيفوت المباراة لصالح النادي الاهلي عفوا، بعد تصريحه ان هو عاوز يحافظ على لعيبة النادي الاهلي. والتصريح بتاع المدير التنفيذي لمصر المقاصة كأنه عادي جدا جدا بالنسبة لهم وعدى مرور الكرام، ان هو بيتمنى التوفيق لنادي الزمالك وان نادي الزمالك يتوج بالدوري، مع انه كان لسه خسران من نادي الزمالك مباراة الكاس وكمان مباراة الدوري العام. فده بصراحة مش عارف نقول ايه، المفروض ان ده اللي يسمى تفويت مش كلام ولا تصريح كابتن محمد عبد الجليل.